التي رافقت الإمبراطورية البريطانية تمثل جوهر تلك الإمبراطورية. الأمريكيون كانوا يعتقدون بأن الحرب نشبت أساساً منح الآخرين الحرية والاستقلال، وقد كان يتحلى بهما الأمريكيون خلال فترة الحرب. وقف تشرشل بقوة في وجه الأمريكيين الذين صرحوا بأن من حق الجميع اختيار شكل الحكومة التي يريدونها. أقنع تشرشل نفسه بأن أمريكا لا تقصد الإمبراطورية البريطانية، وكان مخطئا في ذلك. خاضت أمريكا معظم معاركها الحربية في المحيط الهادئ، وكان القتال شرسا وعنيفا. خاضت أمريكا تلك المعارك غالبا فوق أراض تابعة للإمبراطورية البريطانية كجزر سليمان وبورنيو وغينيا الجديدة. رفض القادة الأمريكيون وغالبية الشعب الأمريكي الفكرة التي تقول بأنهم يحاربون لإعادة تلك الأراضي إلى ممتلكات الملك جورج الثالث. اعتقد الاقتصاديون الأمريكيون بضرورة خلق سوق عالمية حرة لهم، وأن الإمبراطورية البريطانية تغلق الأسواق في وجه المنافسة الأمريكية. وبالرغم من الصداقة الظاهرية التي بدت بين بريطانيا وأمريكا منتصرتين في فترة ما بعد الحرب، فإن الحقيقة هي أن بريطانيا لم تستطع التغاضي عما تريده وتطلبه أمريكا. خرجت أمريكا بعد الحرب كقوة عظمى، وظهر أن بريطانيا كانت في أمس الحاجة للأموال الأمريكية. كان الأمريكيون يرغبون في شراء مناطق واسعة من الإمبراطورية البريطانية لمحاصرة العدو الجديد وهو الاتحاد السوفيتي. ظهر الاتحاد السوفيتي بعد الحرب بنصفه القوة العالمية الثانية التي تقف في وجه الإمبريالية والرأسمالية. أيد حركات التحرر في جميع أنحاء العالم، وتزامن الدعم السياسي مع الدعم العسكري لحركات التحرر. خرجت أمريكا وروسيا من الحرب أكثر قوة، لكن بريطانيا كانت ضعيفة، فقد تبددت الثروة وضعفت الصناعة البريطانية. وقدمت الحكومة الاشتراكية التي جاءت إلى السلطة عام 1945 أحلاماً جديدة للفقراء، عالماً يتجاوز الماضي، والتزمت بتوفير كل ما يحتاجه المواطن. لقد انشغلت بريطانيا بتقديم خدمات صحية وطنية وتأميم المناجم والسكك الحديدية وبناء كل من الجامعات. بالنسبة لأمريكا فإن سقوط تشرشل في الانتخابات لم يعني الكثير. كانت تخاف من ظهور إمبراطورية اشتراكية جديدة تقف في وجه الرأسمالية الأمريكية. وبأسلوب بريطاني مميز، أسلوب بلد لا يملك دستورا مكتوبا، لم تحاول أي من الحكومات البريطانية المتعاقبة حل الإمبراطورية طواعية. عام 1946 بدأت شمس الإمبراطورية بالأفول عندما صدر القرار بالانسحاب من الهند. بعد نهاية الحرب مباشرة سافر المفاوضون البريطانيون مرارا إلى الهند. كانت الحكومة الجديدة ترى في استقلال الهند واجبا أخلاقيا وخطوة مهمة على طريق تحسين وضع بريطانيا الفقيرة. الطريقة التي منحت بها بريطانيا الاستقلال للهند كانت طريقة نموذجية في إنهاء الإمبراطورية. كانوا يقومون بترتيب الاتفاق، يتفقون مع القادة المحليين الذين كانوا في السجون، ويتركون وراءهم حكومة منتخبة وبنية ديمقراطية. ظهور الدولة الهندية الجديدة يمثل الدراما فيها أدوار معقدة لعب فيها الشعب الهندي دور الممثل والمتفرج المشبع بالعواطف الإنسانية. في دلهي في مقر السلطة البريطانية
التقى القادة والضباط البريطانيون مع القادة الهنود الجدد. العديد من القادة الهنود ومنهم غاندي كانوا سجناء خلال فترة الحرب. طلب غاندي من البريطانيين ترك الهند حتى لو كان الجيش الياباني على مشارف الحدود الهندية. أرسلت بريطانيا وفداً يعرض على الهند الاستقلال ضمن الإمبراطورية البريطانية على الطريقة الأسترالية والنيوزيلندية إذا أنهى غاندي حركته، وتم رفض هذا الطلب. حاول السياسيون البريطانيون والهنود بناء دولة مثالية تسيطر على كامل التراب الهندي. وصفوا أنفسهم بأنهم بناة الدولة الجديدة وراسموا الخريطة الجديدة وواضعوا القوانين الأساسية، وتلك هي الموضوعات التي شكلت محور الاهتمامات آنذاك ووقفت ضد تيار التاريخ. بدأ الهنود في المدن والأرياف بالصراع والاقتتال فيما بينهم. أساساً قصة الاستقلال الهندي تمثل قصة سيل من العواطف التي انتابت الملايين وجعلتهم يضرمون النار في جنون متواصل. السياسيون رأوا أن هناك بعض قادة الجماهير الذين يستطيعون إثارة النعرات وإدخال شبه القارة الهندية في صراعات لا تنتهي. بدأت المشاكل بالظهور بين صفوف القوات الهندية التي ستحل محل القوات البريطانية. بدأ عصيان بين أفراد الأسطول الهندي في مدينة بومبي، وتحدث الضباط الإنجليز عن عدم ثقتهم برجالهم. كانت بريطانيا تعرف أن الهند لن تحكمها إرادة استبدادية، فقررت تركها. في صلب القضية كان هناك الانقسام الداخلي في الهند، وخصوصاً بين الهندوس والمسلمين. كان حزب المؤتمر الهندي بقيادة غاندي ونهرو وكلاهما محاميان تخرجا من بريطانيا وقادا حركة الاستقلال لفترة طويلة، يرى أن الهند كل لا يتجزأ. كانت غالبية أعضاء حزب المؤتمر من الهندوس، وانضم غالبية المسلمين إلى الجماعة الإسلامية التي كان يقودها محمد علي جناح. كانت الجماعة الإسلامية تطالب بإقامة دولة خاصة بالمسلمين تحت اسم باكستان. أراد العديد من الأمراء استقلالاً خاصاً بهم باعتبارهم حكاماً لإمارات صغيرة. اقترح المؤتمر الدستوري المنعقد عام 1946 إقامة دولة هندية واحدة كبيرة، ووضع ضوابط تحمي الحرية الفردية وتضمن حقوق الأقليات العرقية والدينية. لكن عندما وصلت النقاشات إلى التفاصيل الدقيقة وظهرت صعوبة تحرك الدولة عبر آلاف السنين من الكراهية وعدم الثقة، وصل المؤتمرون إلى طريق مسدودة ثم إلى العنف العام. تخلى محمد علي جناح عن الحل الوسط وطالب بإقامة دولة باكستان، فأشعلت مطالبه العنف في عموم الهند. قتل 4000 شخص في المواجهات التي اندلعت في كالكوتا، وقتل 1000 شخص في بومبي. وعندما تدهورت الأمور في الهند إلى درجة الفوضى، اقترح الحاكم العام للهند ويفل أن تتخلى بريطانيا عن الهند فورا. رأت الحكومة البريطانية أن التخلي عن الهند يعتبر كارثة سياسية كبيرة، فتم عزل ويفل. لقد أرادت بريطانيا ذلك، لكنها كانت تريد أن تترك وراءها حكومة ديمقراطية مستقرة. كان لباتن خليفة ويفل وآخر حكام الهند دور تاريخي مثير للجدل. كان باتن من الأسرة الملكية الحاكمة في بريطانيا، وهذه حقيقة أعانته كثيراً أثناء عمله في الأسطول البريطاني، وهو يعود بنسبه إلى لوي غوتنبرغ، لكن اللقب أخفي عمداً لإخفاء نسب العائلة الأصلي. تزوج حفيده فيليب من الأميرة إليزابيث وريثة العرش، وهو زواج خطط له لوي. خدم باتن خلال الحرب العالمية الثانية كقائد للعمليات في جنوب شرق آسيا بناء على طلب من تشرشل
في أن يتولى قائد بريطاني ساحة العمليات الأمريكية. خرج باتن من الحرب خالي الوفاض. كان باتن وزوجته شخصين يحبان حياة المراسم والمظاهر والاحتفالات. رآه البعض رجل دولة يمثل الأصالة، ورآه آخرون شخصاً متكبراً ورجل مظاهر فقط يعمل كل شيء سوى واجبه الأصلي. وبالرغم من استقلاليته، إلا أنه كان يطبق الأوامر الصادرة من لندن لإخراج بريطانيا في أسرع وقت ممكن من الهند، وبعمله هذا خذل الشعب الهندي. في الانتخابات الأولية للبرلمان ظهر الشرخ واضحاً على أساس الدين. في المناطق ذات الأغلبية المسلمة صوت الناخبون لصالح محمد علي جناح والجماعة الإسلامية وباكستان، وفي المناطق الهندوسية صوت الناخبون لصالح حزب المؤتمر ونهرو، وقبل نهرو تقسيم الهند. لقد دخلت بريطانيا الهند قبل أكثر من 200 سنة، وتحت حكم باتن للهند انتهى كل شيء خلال شهور قليلة. أعدت الخرائط ورسمت الخطوط ووضعت الحدود بسرعة وعشوائية لفصل المجاميع الكبيرة، في حين وضعت الأقليات الصغيرة في مواقع خطيرة، واستمر تأثير ذلك سنوات طويلة. أما بالنسبة للأمراء الذين كانوا موالين للإمبراطورية البريطانية لمدة قرنين فقد تم التخلي عنهم. أصبحت الهند وباكستان عند منتصف ليلة 15 من أغسطس عام 1947 دولتين مستقلتين، وسرعان ما خبأت أصوات احتفالات الاستقلال لتطغى عليها أصوات أعمال العنف والكراهية. الناس الذين اكتشفوا أنهم على الجانب الخطأ من التقسيم وجدوا أنفسهم ضحايا للعنف العرقي الذي أودى بحياة 500,000 شخص وشرد الملايين. نهاية الإمبراطورية في واحدة من أقدم المستعمرات البريطانية تلاها مباشرة الانسحاب من أصغر المستعمرات البريطانية وآخرها في فلسطين. فلسطين سادها العنف واستحالت السيطرة عليها. وضعت فلسطين تحت الوصاية البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى، وقد رأى العديد من البريطانيين أن ضم الأراضي المقدسة يعتبر ذروة ما وصلت إليه الإمبراطورية البريطانية. رأت العديد من دول المنطقة العربية أن إقامة دولة مسيحية في القدس بعد أكثر من 1000 سنة من الحكم الإسلامي للمدينة يعتبر مكافأة للاستعمار البريطاني. وبدورهم قام البريطانيون بالعديد من الاستثمارات في فلسطين، فأصبحت مركزاً مهماً في الشرق الأوسط. ولكنها كانت مسرحاً لصراع سببه سعي اليهود لاغتصاب الأرض من أصحابها الشرعيين. كانت فلسطين موطناً لمغتصبين من الجالية اليهودية، كانت أعدادهم في ازدياد مستمر. ومثلت فلسطين للصهيونية الوطن الموعود الذي يجب إقامته وبلد العديد من ضحايا النازية. اتهمت الصهيونية بريطانيا بالخيانة لأنها لم تلتزم بالوعود التي قطعتها للشعب اليهودي عام 1917. وكان العرب الذين كانت تقودهم صفوة المثقفين يعتقدون أن بريطانيا حنثت بوعودها التي قطعتها لهم خلال الحرب العالمية الأولى بإقامة دولة لهم. كان
العرب يخافون من تنامي أعداد اليهود ومن الهجرة المحمومة إلى فلسطين. سادت فلسطين الفوضى. أحياناً هاجم العرب اليهود، وأحياناً هاجم الصهاينة العرب. وأمام هذا الواقع كانت بريطانيا تميل دائماً إلى حلول وسط لا تقيم العدل والحق. مالت بريطانيا إلى إقامة نظام يقمع العنف. منذ عام 1936 قام العرب بالعديد من الحركات. تعرضت القوات البريطانية إلى الهجمات المتكررة التي نفذها المجاهدون العرب. شهدت فترة ما بعد الحرب وصول العديد من الوفود البريطانية إلى فلسطين. كانت تحاول الوصول إلى الطرفين المتحاربين وعلى الطريقة البريطانية المعهودة في لعب دور الوسيط المحايد. لكن الوفود جوبهت بإصرار الطرفين، مع أن العرب هم أصحاب الحق واليهود هم المغتصبون. ومنذ عام 1944 بدأت أهداف اليهود بالظهور. شهدت المدن الفلسطينية أعنف حملة إرهاب يهودية عرفها التاريخ. اختطف الجنود البريطانيون وتم إعدامهم. دبرت التفجيرات في قلب المدن الفلسطينية. كانت حرباً لم تحصد بريطانيا من ورائها سوى الانتقادات من العديد من الدول، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية. أثمرت الجرائم الصهيونية في منح المطالب اليهودية دعماً معنوياً قوياً. قالت بريطانيا إن وعودها في إقامة وطن لليهود لا يعني إقامة دولة لهم. حاولت بريطانيا أن تلعب دوراً حيادياً وتطمئن العرب أمام موجة الهجرة اليهودية الكبيرة، وتظاهرت باعتراض السفن التي كانت تحمل مهاجرين يهوداً. ووجد اليهود أنفسهم خلف قضبان السجون البريطانية في كل من قبرص وموريشيوس. أصابت بريطانيا الحيرة. لم يكن هناك شيء يربط القادة العرب بالقادة اليهود ذوي الأصول الأوروبية والأمريكية. حاولت الأمم المتحدة التي تشكلت حديثاً عام 1947 الوصول إلى قرار مرضي الطرفين في إقامة دولتين جنباً إلى جنب، إحداهما عربية والأخرى يهودية، وبحيث تسيطر بريطانيا على الأماكن المقدسة في القدس. ولكن لم ينجح ذلك المشروع. في ديسمبر عام 1947، وبعد أن يأست بريطانيا من الوضع في فلسطين، قررت أن ترفع يدها. خلال 4 أشهر غادرت القوات البريطانية بأكملها فلسطين. وفور مغادرة البريطانيين فتحت الأطراف المتحاربة مخازنها للعتاد. قامت البلدان العربية المجاورة بالدفاع عن فلسطين العربية. أعلن الصهاينة قيام دولة إسرائيل، وانتهى فصل من فصول الإمبراطورية البريطانية لتبدأ قصة جديدة. أقنعت بريطانيا نفسها بأن الهند أصبحت دولة قادرة على إدارة شؤونها، وأنها تشكل عبئاً على كامل بريطانيا. لكن فلسطين أظهرت للعالم أن بريطانيا غير مستعدة للموت من أجل المبادئ الإمبريالية. مهد الانسحاب من الهند وفلسطين الطريق نحو سقوط الإمبراطورية البريطانية. تم ارتكاب الأخطاء التي لن تكررها بريطانيا ثانية. لقد تعلمت بريطانيا الدرس جيدا. يجب التخلي عن الإمبراطورية بكرامة وأن يتم ترك المستعمرات. في بداية القرن العشرين جرت حرب شرسة بين البور والأفريكان، وهم المستعمرون من أصل هولندي، والقوات البريطانية في جنوب إفريقيا. منذ الانتصار البريطاني في عام 1901 نشب صراع بين الثقافتين الأوروبيتين.
رأى البريطانيون أنفسهم أرفع منزلة من الآخرين، لكنهم اعتقدوا بأنهم منحوا رعاياهم المعاملة المطلوبة وفتحوا أمامهم أبواب الحضارة البريطانية من خلال التعليم والاستثمار. وهذا يتعارض تماماً مع الأفريكان الذين كانوا يؤمنون بأنفسهم فقط وبأفكارهم الدينية التي تصورهم على أنهم شعب الله المختار وأن جنوب أفريقيا هي الأرض الموعودة. ذلك خليط من التاريخ والرموز الدينية أبقاه الأفريكان حياً وقسم جنوب أفريقيا إلى قسمين، بور وبريطانيون. كانت جنوب أفريقيا تتمتع باستقلال ذاتي ولم تكن مستعمرة، وقامت بمساعدة بريطانيا خلال الحربين العالميتين، لكنها كانت حرة في اختيار طريقها. عام 1948 انتهى التحالف الطويل بين البور والبريطانيين، وجاءت حكومة وطنية جديدة غالبيتها من البور. خطت جنوب أفريقيا بعيداً عن بريطانيا في سن القوانين وخصوصاً ما يتعلق بالفصل العنصري. تؤمن الإمبريالية بأن عليها واجب تطوير وتثقيف الشعوب التي وضعت ثقتها بها، وحيثما ذهب البريطانيون كانوا ينشرون النظام والقانون بما يخدمه. وبغض النظر عن الأخطاء التي يرتكبها الحاكم، حاولوا إقناع المواطنين أن البريطانيين فيما يخص تطبيق القانون أحسن كثيراً من الأنظمة التي حلوا محلها. كانت الحكومة البريطانية في فترة ما بعد الحرب ترى أنها كانت تقيم أمة قوية وجديدة، وعليها أن تطور تلك البلدان بنفس الوتيرة التي تطور فيها بريطانيا الجديدة، حيث يجب أن تكون هناك إمبراطورية جديدة من التقدم والرخاء قائمة على أساس العلم والتكنولوجيا، يقودها رجال يرتدون ملابس بيضاء وليس ملابس حمراء. إمبراطورية فيها الفلاحون بدلاً من الجنود، والجرارات الزراعية بدلاً من المدمرات. ستكون بلداً لمحطات الكهرباء والمدارس والمناجم والمصانع والشوارع. نظر إلى بعض المشاريع الطموحة على أنها ضرب من الجنون. أقيمت حقول تربية الحيوانات في بعض المستعمرات البدائية كغينيا الجديدة، والتي غيرت شكل الحياة هناك. وأقيمت مشاريع زراعة الفول السوداني في شرق إفريقيا، ومشروع البيض في غامبيا. تحولت جزر سانت إلينا إلى حقول واسعة لإنتاج السكر، لكن جميع هذه المشاريع فشلت. بدلاً من حضور الاحتفالات التي يقدم فيها الأهالي الولاء، عمدت العائلة المالكة البريطانية إلى حضور معارض حديثة تظهر التطور. أهداف التطوير دائماً موجودة في القرى التي يشرف عليها البريطاني، فالمعامل الحديثة التي تستعمل آلات متطورة وتربية الحيوانات، كل ذلك يشبه كثيراً ما يوجد في المعامل والريف في بريطانيا. اعتقد بعض المستعمرين القدماء أن إفريقيا ربما ستتحول إلى هند جديدة، لكن جيشاً إفريقياً ربما يشكل ليحل محل الجيش الهندي، وهذا حلم يجب أن يتم تحطيمه. ومع تحويل العلم والثروة بدأت الإمبراطورية بتحويل السلطة. بدأت الإمبراطورية في منح الاستقلال الذاتي لبعض المستعمرات في خطة لمنح الاستقلال لتلك المستعمرات واحدة بعد أخرى. وحل الكومنولث محل الإمبراطورية، وكذلك فعلت الدويلات المتحضرة الموجودة حول المستعمرات السابقة. الدول الجديدة سترتبط بعوامل النسب والتاريخ والصداقة، وهذا يوسع مفهوم مقاطعات الإمبراطورية المستقلة كأستراليا التي مضى على استقلالها أكثر من 100 سنة. في نيجيريا جرت انتخابات البرلمان لتحويل السلطة الداخلية إليه وإقامة حكومة تحكم البلاد. تدريجياً يستطيع جميع النيجيريين من سود وبيض المشاركة في الانتخابات.
اختلق البريطانيون معادلة جيدة لإنهاء الإمبراطورية بشكل سلمي. القادة المحليون وهم في العادة خريجو الجامعات البريطانية وأمضوا فترة في السجون، ثم أطلق سراحهم ليبدأوا فترة مفاوضات مع السلطات البريطانية، كانوا يفوزون في انتخابات تجرى على الطريقة البريطانية. يقام برلمان يعمل بالطريقة التي يعمل بها البرلمان البريطاني، ثم يتم توديع الحاكم البريطاني المغادر. ومن الأشياء التي تسجل للإمبراطورية البريطانية أن أفولها تم بطريقة مثيرة. يقدم برنامج للرقصات الشعبية التقليدية، ثم تسلم العائلة المالكة السلطة للحكومة الجديدة، وتطلق الألعاب النارية فيما يتم إنزال العلم البريطاني، باستثناء الانقلابات العسكرية طبعاً في بعض المستعمرات، فقد رفضت بريطانيا قيام حكومات شيوعية أو أن تسيطر أقلية على السلطة في تلك المستعمرات. لقد أرادت بريطانيا خلق دول بالطريقة التي تريدها. الطريقة التي اختارتها بريطانيا في التخلي عن إمبراطوريتها ليست الطريقة الوحيدة، حيث يجب النظر إلى الإمبراطوريات الأخرى. فقد خاضت فرنسا حروباً شرسة للمحافظة على مستعمراتها، خسرت 90,000 جندي للحفاظ على فيتنام. وفي الجزائر قادت حرب التحرير هناك فرنسا إلى شفير الثورة. وحاولت بلجيكا يائسة المحافظة على الكونغو. وقاتلت البرتغال حتى مشارف السبعينيات للحفاظ على مستعمراتها في إفريقيا. خاض البريطانيون حروباً صغيرة لتثبيت الديمقراطية في المستعمرات السابقة، ولم تستعمل كلمة حرب لوصف تلك الحوادث، إنما كانت توصف على أنها حالات طارئة. عندما وصل ماو تسي تونغ إلى السلطة عام 1949، وجدت الحركات الشيوعية في جنوب شرق آسيا نصيراً لها ووسيلة للحصول على مساعدة الاتحاد السوفيتي. حاولت الحركات في غابات الملايو إسقاط النظام الرأسمالي وإقامة حكومة شيوعية مثلما فعلت حركة هو تشي مين في فيتنام. سميت حرب الملايو بحرب فيتنام البريطانية، وخرجت بريطانيا منتصرة من تلك الحرب انتصاراً ساحقاً، وأقامت نظاماً ديمقراطياً هو ماليزيا التي أصبحت من الاقتصاديات القوية في آسيا. انتصرت بريطانيا في الملايو لأنها خاضت حرباً تفوق فيها البريطانيون المحترفون على الشيوعيين. كان البريطانيون قساة جداً واعتمدوا على المقاتلين المحترفين بدلاً من الجنود العاديين. تم وضع المؤيدين للحركات الشيوعية في معسكرات خاصة. كان البريطانيون محظوظين لأنهم خاضوا تلك الحرب قبل وصول التلفزيون الذي كان سينقل بكل تأكيد خسائرهم الفادحة. انتصرت بريطانيا لأنها كانت تملك أهدافاً واضحة ومحددة على عكس الفرنسيين والأمريكيين في فيتنام. خاضت بريطانيا حرباً سياسية أفهمت فيها شعب الملايو بأن تلك الحرب هي حربهم، وأن بريطانيا كانت تخوضها من أجل استقلالهم، وأن الحرب ستجلب التطور وتنقل السلطة بأقل خسائر ممكنة، ووفرت وسيلة سلمية للإمبراطورية البريطانية التي طبقت الأسلوب نفسه في جميع المستعمرات. نيجيريا وغانا والعديد من البلدان الإفريقية خطت بصورة حثيثة نحو الاستقلال، وكان ذلك شيئاً مثيراً للدهشة. لكن عندما تتضارب المصالح البريطانية مع مصالح البلدان الأوروبية الأخرى، وعندما توجد مشاكل الأقليات، فإن هذا التحول يصبح مؤلماً. خاضت بريطانيا في كينيا حرباً عنيفة ضد مقاتلين يسمون الماو ماو.
كان الماوماو يملكون أهدافاً سياسية ويقودهم كينياتا الذي درس في الغرب. كان الماوماو جمعية سرية تحكمها العادات والتقاليد الإفريقية. لم تكن كينيا تشبه الملايو، فهي ليست صحراء جرداء أو غابة مطيرة. كانت في كينيا أقلية متنفذة من المزارعين البيض، وهي أقلية فيها العديد من الشخصيات المؤثرة، بعضهم من العسكريين المتقاعدين والبعض أحفاد لأرستقراطيين متنفذين قدماء. قام الماوماو بهجمات قوية ضد أعدائهم، وشكل الماوماو كابوساً مزعجاً للمستوطنين البيض. إنها إفريقيا التي تخرج من بطن الغابة لتمسح عن الوجود كل ما تطاله الأيدي. اعتقد المستوطنون بأنهم قادرون على توجيه تيار التاريخ المنطلق من إفريقيا ليحافظوا على حياتهم الجيدة، وصفهم الصفوة التي تحكم الأفارقة العبيد. في الواقع قتل الماوماو عدداً قليلاً من البيض، واشتركت في هذه الحرب القوات الكينية التي دربها البريطانيون. كان البريطانيون قساة جداً مع الماوماو، واستعملوا سلاحهم المفضل وهو معسكرات الاعتقال. اعتقلت بريطانيا 150 ألف شخص، حكم منهم 12 ألفاً داخل المعسكرات وسجنوا. أعدم 150 وقتل 400 أثناء محاولتهم الهرب. كانت حرباً من جانب واحد، فلم يتوفر للماوماو السلاح الكافي لمحاربة البريطانيين، كما أن الماوماو لم يتمتعوا بتأييد غالبية السكان الأفارقة. كان الكينيون البيض قليلي العدد. ظهور الماوماو جعلهم يدركون أن عليهم مغادرة البلاد. استقلت كينيا عام 1963، حيث أصبح زعيم الماوماو رئيساً للوزراء. الغريب أنه في الخمسينيات كان العديد من رجالات الإمبراطورية البريطانية والذين أمضوا سنوات يعملون في المستعمرات في مناصب ومواقع مختلفة يؤمنون بتلك الروح التي هؤلاء الرجال رأوا وجود روح إمبراطورية أكثر مما هو موجود حقا. لقد أصبحت بريطانيا أمريكية أكثر منها بريطانيا. بدأ المراهقون بتعلم موسيقى وحضارة جديدتين. سادت روح لم تعد تقدم الاحترام الكافي للعرش والكنيسة أو الإمبراطورية، وازداد عدد المهاجرين السود. عام 1965 قامت إحدى عضوات العصبية الإمبراطورية بمقاطعة خطاب كان يلقيه رئيس الوزراء إيدن، مطالبة إياه بألا يخون الإمبراطورية. السياسيون أدركوا أن بريطانيا لم تعد تملك السلاح أو السفن أو الرجال لدعم الإمبراطورية. وبالنسبة لأولئك الذين كانوا يدركون أن روحاً جديدة كانت تعصف بالقارة الإفريقية، أدركوا أيضاً أنه قد بدأت فترة أخرى، في حين أن المؤيدين للإمبراطورية كانوا يمثلون الجانب المتطرف في السياسة. قسم مستقبل الإمبراطورية بينهما، ولعب إيدن دوراً رئيساً في الفصل النهائي لمسرحية سقوط الإمبراطورية. كان إيدن متعلماً ومثقفاً. لم ينشأ إيدن ليصبح زعيماً للإمبراطورية،
وعمل لفترة طويلة قريباً من تشرشل، ولعب دوراً مهماً في الحكومة. قام بدور رئيس في قيادة الإمبراطورية في آخر أيامها. أدرك إيدن أن بريطانيا لم تعد قادرة على حكم الملايين من البشر خارج حدودها، لكنه كان يؤمن بأن بريطانيا ما زالت دولة عظمى، وهي بالتالي تستطيع فرض إرادتها حتى إذا تطلب الأمر استعمال القوة. كان قدر إيدن أن يقود بريطانيا في آخر حرب لها وهي دولة عظمى، وأن يجعل البريطانيين يدركون إلى أي مدى تقهقرت بريطانيا. بدأت القصة في مصر. في بداية الخمسينيات كانت مصر من أكثر المستعمرات البريطانية إثارة بالقلق. كان المصريون والبريطانيون يكرهون بعضهم، فيفترض أن مصر دولة مستقلة لها حكومة خاصة بها وجيش، لكن واقع الأمر أشار إلى أن مصر كانت تحكم من قبل بريطانيا. كانت مصر مهمة لأن فيها قناة السويس التي تعبرها تجارة بريطانيا والقطع البحرية البريطانية. كانت بريطانيا دائماً تدافع عن هذا الممر المائي الحيوي. وبسبب هذه القناة قامت بريطانيا باحتلال مصر في القرن التاسع عشر. خاضت بريطانيا حرب الصحراء الشهيرة خلال الحرب العالمية الثانية لإبعاد ألمانيا عن قناة السويس، وقام أكثر من 60,000 جندي بريطاني بحماية القناة. عام 1952 قام مجموعة من الضباط الوطنيين الشباب بالاستيلاء على السلطة في مصر، وكان بينهم العقيد جمال عبد الناصر الذي كان مستاء من البريطانيين لأنهم خذلوا العرب في فلسطين. أراد الضباط الأحرار من بريطانيا مغادرة مصر، واندلع القتال بين القوات البريطانية والمصرية. كانت أمريكا في البداية راغبة باحتفاظ بريطانيا بقواعدها لمواجهة الاتحاد السوفيتي. كانت تخاف من أن تقع مصر في أحضان الاتحاد السوفيتي. غادرت بريطانيا مصر، ونجح عبد الناصر في إثارة المشاعر ضد الوجود البريطاني. أراد عبد الناصر توحيد العرب جميعاً، وحاول إثارة المشاكل في وجه أصدقاء بريطانيا في العالم العربي. ورأى إيدن في عبد الناصر موسوليني جديداً يجب إيقافه على الفور قبل أن ينفجر الوضع في الشرق الأوسط. فإذا انفجر الوضع في الشرق الأوسط لا يمكن السيطرة عليه بسهولة. قام عبد الناصر بتأميم القناة عام 1956 لتغطية تكاليف بناء السد العالي بدلاً من السد القديم الذي أقامته بريطانيا. رأى إيدن في ذلك فرصة وقرر إسقاط عبد الناصر، فتشكل حلف من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وقامت إسرائيل بغزو مصر بادعاء إعادة الأمن إلى المنطقة وحماية القناة. أعلنوا بأنهم سيغادرون في حالة تنحية عبد الناصر. استنكر العالم ما قامت به بريطانيا واعتبروها دولة معتدية. وبينما كانت القوات البريطانية تنزل على الساحل المصري، كانت الدبابات الروسية تجوب الشوارع في عاصمة هنغاريا لسحق الانتفاضة هناك ضد الحكم الشيوعي. نددت أمريكا ببريطانيا لأنها دمرت صورة العالم الحر، وامتلأت شوارع لندن بالمتظاهرين الذين عبروا عن شجبهم لما قام به إيدن. لقد احتاجت بريطانيا إلى معونة أمريكا لإنقاذ الاقتصاد البريطاني من الانهيار، فأجبرت بريطانيا على الانسحاب من مصر، واستقال إيدن من منصبه. سرعان ما حامت الشكوك في أن بريطانيا لم تعد قوة عظمى. حدد خليفة إيدن ماكميلان الروح السائدة وواقعية بريطانيا الجديدة أثناء زيارة له إلى جنوب إفريقيا عام 1960. قال أمام أعضاء الحكومة إن رياح التغيير قد هبت على القارة الإفريقية، وطلب من جنوب إفريقيا أن تنضم إلى الكومنولث وتتخلى عن سياسة التمييز العنصري، لكن جنوب إفريقيا فضلت أن تستمر في سياستها. وبعد أشهر على حديث ماكميلان قامت قوات الشرطة في جنوب إفريقيا بقتل 56 متظاهراً من السود في شارتفيل.
وبعد فترة قصيرة دخل نيلسون مانديلا السجن. واجهت بريطانيا أعمال عنف في قبرص حين طالب القبارصة بالاستقلال. كانت قبرص تعتبر قاعدة إضافية لحماية قناة السويس، وقد احتلت بريطانيا قبرص في القرن 19. تقول أغنية شعبية: هذه جزيرة أخرى صغيرة حصلت عليها ملكتنا بالرغم من أن لديها الكثير حقا. مرة أخرى حكمت بريطانيا بلدا مقسما. كانت قبرص مقسمة بين الأتراك واليونانيين. كان القبارصة اليونانيون يريدون الانضمام إلى اليونان وخاضوا حرباً شرسة ضد البريطانيين. عام 1960 نجحت بريطانيا في التوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين، لكن الاتفاق لم يصمد طويلاً. واليوم قبرص مقسمة إلى معسكرين مسلحين. بقي جزء صغير من قبرص في أيدي البريطانيين، وكان الجنود البريطانيون يقومون بحراسة ذلك الجزء. لم تطالب جميع المستعمرات البريطانية بالاستقلال، فقد طالب سكان مالطا، وهي الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، بالوحدة مع بريطانيا، خصوصاً وأن لهما تاريخاً مشتركاً طويلاً، حيث تعتبر مالطا الوطن الثاني للأسطول البريطاني. لكن بريطانيا رفضت هذا الطلب ومنحت الجزيرة الاستقلال عام 1964. وفي الستينيات كتب الفصل الأخير من سقوط الإمبراطورية البريطانية في إفريقيا. في روديسيا الجنوبية كانت الأقلية البيضاء تحكم الأغلبية السوداء. كانت روديسيا مستعمرة تتمتع بالاستقلال الذاتي، وكان البيض يسيطرون على السلطة تماماً. حدث تصادم بين الأفكار البريطانية الجديدة القائمة على الديمقراطية والأفكار الإمبريالية التي تغلب على الإمبراطورية. كانت المعادلة التي تستعملها بريطانيا في إنهاء وجودها الإمبريالي في أي بقعة في العالم تقوم على منح السلطة للأغلبية من خلال حكومة منتخبة، ولكن فشلت هذه المعادلة في روديسيا. ثمرت البيض وأعلنوا الاستقلال وعبروا عن الرغبة في إدارة شؤون بلادهم. كان زعيم البيض إيان سميث ضابطاً طياراً في سلاح الطيران البريطاني، وشارك في حرب بريطانيا ودافع عن سمائها بوصفها سماءه. أثبتت الحكومة البريطانية قدرتها على فرض إرادتها، وطالب القادة الأفارقة بريطانيا باستعمال القوة. قسمت قضية روديسيا بريطانيا بين مستنكر لعدم تدخل بريطانيا وشاجب لبريطانيا لأنها تخلت عن عائلاته. فشلت المحادثات المتواصلة في التوصل إلى حل وسط وإنهاء هذه المشكلة. لم تنتهي قصة روديسيا حتى الثمانينيات، عندما قامت دولة زيمبابوي، حيث اجتاحت منطقة جنوب أفريقيا رياح التغيير الجديد. بدأت قصة انهيار الإمبراطورية البريطانية في أيام الملكة فيكتوريا، التي ما زلنا نتذكرها بصعوبة بعد أن ظهرت العديد من البلدان في عالم من الألوان. وخلال حكم الملكة وأحفادها في الأيام الأخيرة للإمبراطورية البريطانية، حكمت تلك البلدان نفسها واختارت طريقها بين بلدان العالم. علمت بريطانيا عام 1910 أطفالها أن يمسحوا اللون الأحمر من على العديد من البلدان، وأن يفخروا ببلدهم الصغير الذي سيطر على مساحة واسعة من العالم. لقد كانت أمة واثقة من نفسها ومؤمنة أنه من الطبيعي لأمة أن تحكم أمة أخرى.
في القرن الحادي والعشرين تعلم الأولاد عن عالم آخر، تعلموا أن من حق الشعوب تقرير مصيرها. التاريخ يوضح أن سقوط الإمبراطوريات هو قانون طبيعي يقود نحو الأحسن. التجوال في شوارع لندن يشبه التجوال في تاريخ الإمبراطورية البريطانية، محاطاً بشواهد من تاريخ تلك الإمبراطورية. الذكريات الحية للإمبراطورية البريطانية ليست موجودة في التماثيل، بل في عقول الرجال والنساء الذين شكلتهم الإمبراطورية. الفصول الأخيرة لحرب البور جرت أمام مسامع وعيون العالم بأسره، عندما أصبح نيلسون مانديلا رئيساً لجنوب إفريقيا عام 1990. في إحدى المرات قال مانديلا: لقد تعلمت في مدرسة بريطانية، تعلمت أن بريطانيا هي أفضل بلد في العالم، وأنا لا أستطيع تجاهل تأثير الثقافة والتاريخ البريطانيين. الصورة الحقيقية للإمبراطورية البريطانية موجودة في عقول وحياة أشخاص من أمثال غاندي ومانديلا. لقد صنعت الإمبراطورية البريطانية أولئك الرجال الذين ساهموا في إسقاطها. لقد أعطتهم الأفكار والصور التي يجب أن يكون عليها العالم. كان غاندي يؤمن بأن الإمبريالية هي تمجيد لاستعمال القوة. لقد ولدت الإمبراطوريات باستعمال القوة، وسقطت تلك الإمبراطوريات حتماً بسبب هذه القوة أيضاً. لكن مع هذا، فإن سقوط الإمبراطورية البريطانية لم يكن وليد العنف أو الهزيمة أو الفوضى أو القلاقل. إنه تاريخ يسجل فترة انتقال سلمية. عرفت بريطانيا أنها كانت إمبراطورية ولا عهدها. كانت الإمبراطورية البريطانية هي الأعظم في عصرنا الحديث. هدية الإمبراطورية البريطانية للعالم والتاريخ أنه ربما لن يظهر مثيل لها مرة أخرى.